حضرت وي رئيس جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ الإعدادية الميزانية. حنا كنحضروا اليوم هنايا تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي الأخير، والذي دعا فيه إلى التركيز على الدعم الاجتماعي، وبالتالي حنا اليوم بصدد توزيع محفظة كاملة بمقرراتها الدراسية ودفاترها على التلاميذ المعوزين من هذه الإعدادية. فيما يخص الخصائص، خصائص الأساتذة بالتلاميذ الإعدادية، قمنا بمبادرة حيث اتصلنا بالمصالح المعنية بالمديرية الإقليمية. كان الخصائص في حدود 15 أستاذ، استطعنا أننا نخفض هذا الخصائص إلى 4 أساتذة، والاتصال باقي جاري لسد الخصائص بصفة نهائية. لدينا وعود من المديرية الإقليمية على أن تفي بهذه الأربعة الأساتذة اللي خاصين، على أساس أنهم فوضوا هذا الأسبوع ما يبقاش خصص في التناول. نشكر السيد مدير المؤسسة اللي كيتعاون معنا وكيساعدنا، والأبواب ديالو ديما مفتوحة لجميع الآباء، وشكرا. يمكن لك تهضر لنا هذه البادرة اللي يمكن نعتبروها سابقة بالنسبة لأنكم درتوا الأولوجية لواحد الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ التلاميذ الإعدادية سيدي بن الزاوية تفتخر بكونها أنها تحتضن بين أبنائها تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع الأسف أن جل المؤسسات التعليمية لا تتوفر على أولوجيات، وقامت جمعية الآباء بهذه الإعدادية بإنشاء بولوجيات لتسهيل التمدرس على التلميذ، ونحن نفتخر بأن هذه المؤسسة كما قلت تحتضن بين تلاميذها تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة. شكراً.